أهلا بيكم في أوردة بار ونور الكلمة. في الموسم ده هفتتح معاكم مجموعة حلقات عن الأدب اليوحناوي من خلال الإنجيل وثلاث رسائل يوحنا وسفر الرؤيا. في حاجات جوهرية بتجمع اللاهوت اليوحناوي بنلاقيها بتبرز وتنشط من خلال كتابات متدرجة، وهبدأ معاكم بالإنجيل. الإنجيل الرابع بينسب لتلميذ بيقول على نفسه التلميذ الذي أحبه يسوع، مش بيقول اسمه، لكن من خلال اللاهوت بنكتشف إنه هو تلميذ رافق يسوع وكان من الجماعة الحميمة، بطرس يعقوب ويوحنا، الجماعة الحميمة ليسوع اللي كانوا بيرافقوه في كل الأماكن، وهو الوحيد اللي كان موجود تحت الصليب وقت موت يسوع. يوحنا بيختم إنجيله في الآيات 24 و25 من الإصحاح 21 بيقول لنا لو جمعت كل كتب العالم عشان أكتب الأحداث اللي أنا اختبرتها وعشتها مع يسوع مش هتكفي. عايز يقول لنا إن هو كشاهد عيان عاش خبرة غنية وفريدة من نوعها مع يسوع، بيبدأ يدينا الجوهر الخبرة اللي هو عاشها واللي أثرت فيه. ما فيش أي كتب ولا أي تقليد بيقول لنا أن يوحنا تجوز أو أسس أسرة، لكن كان الشاب الصغير في وقت يسوع وهو الوحيد اللي إدى كل حياته، عاش كتير، ما ماتش مقتول ولا شهير، لكن عانى كتير من الاضطهادات. يوحنا كتب إنجيله أواخر القرن الأول بعد رسالة طويلة من الوعظ والتبشير باسم يسوع. يوحنا النهاردة بيرافقنا في حاجة مهمة قوي، بيبدأ معانا بافتتاحية تكلمنا عنها في حلقة من حلقاتنا قبل كده عن اللوجوس اللي هي في الإصحاح الأول من 1 ل 18، ومن بعدها بيبدأ مسيرة للتعارف بين يسوع وتلاميذ يوحنا المعمدان، وبيبدأ يدينا الإنجيل بتاعه على جزئين كبار. الجزء الأول كتاب الآيات من الإصحاح الثاني للإصحاح الاثناشر، والجزء الثاني كتاب الساعة اللي هو كتاب الألم أو المجد من الإصحاح الاثناشر للإصحاح العشرين. الخاتمة في الإصحاح 21 بيبدأ يلبن لنا كل العمل بتاعه، لكن ليه وجهة نظر لاهوتية خاصة بيسميه كليمانس الإسكندري إنجيل الروحاني اللاهوتي اللي هو بيسمو بينا. علشان كده اللاهوتيين ادوله رمز النسر، النسر اللي هو بيلف في حلقات من واسع لضيق علشان يسمو ويعلو بينا لعالم الإلهيات. يوحنا هيرافقنا من خلال الإنجيل اللي كتبوا لينا كقراء عشان يقول لنا انت قدامك كنز، انا اختبرت يسوع وبدعيك ان انت تعيش خبرة من الكلام اللي انا بسيبه. يوحنا مختلف تماما عن الاناجيل الإزائية. ثلاث اناجيل بنسميهم اناجيل إزائية، لو حطناهم في ثلاث اعمدة هنلاقي اوجه تشابه كتيرة بينهم. الانجيل المختلف هو يوحنا، مفيش انجيل افضل وانجيل مش افضل، كل الاناجيل متساوية. انجيل يوحنا مختلف في تناوله الموضوعات اللي هو بيكشف فيها سر المسيح. مهم قوي ان احنا نتعرف على القاموس بتاعه، الكلمات الخاصة اللي عنده، يشهد، يؤمن، يعرف، يرى، يحب، دي افعال خاصة. لو تتبعنا يوحنا هنلاقي ان هي بتدينا كشف جديد في كل مرة بيعرض الفعل من الافعال دي. لكن اهم فعل يوحنا بيقدمه لنا هو الايمان، يؤمن إن كل إنسان بيتدرج في معرفة يسوع بيوصل لدرجة الإيمان به ومش بيرفضه. النهاردة إحنا كمان مدعوين من خلال مسيرتنا مع يوحنا إن إحنا نبدأ مسيرة إيمان مع كلماته اللي بتبث خبرته مع شخص يسوع. فنستقبل رسالة يوحنا اللي هو حنان الله وعطية الله، هتكون كمان كلماته عطية ورسالة حنان ورحمة من الله لينا النهاردة. شكرا، وأشوفكم في سلسلة من حلقات مع اللاهوت اليوحناوي وأوردة بار.